مرحبا فيكم مجددا، معكم سامي كورجي، واليوم بالفوتوشوب في درس كتير مسلي كتير مهضوم. فينا نعمل ضروبة ببعض، مثلا تخيل يوم من الايام مثلا بيل جيتس صار فجأة لعادل امام، او فينا نقول مثلا تامر حسني فجأة صار هو عم بغني صار محمد رمضان، او مثلا دوين جونسون هو عم بمثل فجأة بتلاقي احمد السقا، او مثلا الرئيس ميشيل عون صار لا. طيب هلا بداية حنفوت على الفوتوشوب، راح استعمل صورة لبيل جيتس كرمال لانه في عنا العوينات، بدنا ننقص صورة اللي فيها شوية تعديلات، مش كل الصور بتكون مثل بعضها. هذه صورة عادل امام. هلا بداية بدي افصل العوينات عن وجهه وبدي اجيب وجهه لهون لعادل امام. ففينا باللاست تول ال على الكيبورد شورت كات باخد وجهه لعادل امام وبكبس فيه بخده على بيل جيتس. تمام، شوي ادجستمنت كنترول تي، بخفف الاوباسيتي شوي بس كرمال حتى اقدر اشوف اللي ورا، وركب الوجه تقريبا على بعضه. هلا هون فيني لازم مش فيني بدي استعمل الديستورت لحتى ظبط الابعاد شوي. ولا ننتبه انه يكون شوي راكب بشكل منطقي، مش انه نحن ركبناه بهالشكل وخلص. بتكون هيك اضبط. اوباسيتي تقريبا اوكي. هلا في هول شوي هون بدي اشيلهم، اذا بتلاحظوا انه طالعين عن الوجه شوي بدي اعملهم ايريز بالايريزر تول. تمام، راح اخفي هيدا اللاير، حعمل دوبليكيت لهي اللاير حاطه فوق، وبالماجيك واند تول بدي استعملها لحتى بس اختار العوينات. بكبس كبسي، اذا ما تعلمت كلها حاكبس شيفت وضيف هول عليها. هلا ما ضروري تكون 100% بيرفكت لانه حنعيد نظبط شوي فيها. حاكبس الت بمحل ما بدي اياه، بس علي انه اخذ الشيب تبع العوينات. تمام، هلا راح اعمل ماسك، ما بقى لو راحت لهون لانه هي برا الوجه صار. راح اعمل ماسك وهون حعدل شوي بالاشياء. بالبرش تول باللون الابيض حكون مصغرة على القد وظبط شوي. اوكي، هيك تقريبا خلصنا اللوينات. اذا بنحط نشوف اوكي تمام. رح خبي هلا اللاير تاعت العوينات. هلا اللي حاعمله حاكبس كنترول وعلى الصوره اللاير تاعت الوجه اللي بدي راكبه عليها، مثلا هون عندنا عادل امام، رح اكبس كنترول وعلى اللاير حيعطيني السلكشن تبعها هاي. رح روح على سيلكت موديفاي كونتراكت. هلا هون حسب حجم الصوره قد ايه عندكم، فيكم تكون مثلا 10 بكسل 5 بكسل، بس انا عندي الصورة منا كتير كبيرة، يعني فينا تكون 5 ل 10 بكسل، فحطها راح 5. حتفوت السلكشن شوي لجوا وهذا المطلوب يعني. راح اعلم على اللاير تاعت بيل جيتس على السلكشن واكبس ديليت على الكيبورد، بس بدي امحي وجهه الان. تمام، هلا بعلم على الاثنين لاير بيل جيتس وعادل امام. حروح على الاديت اوتو بلاند لاير. تمام، وبكبس اوكي، ما ضروري اعلم شيء، منتظر شوي ولحاله بيعطيني التركيبه. وهلا بحط العوينات بتكون بيل جيتس صار عادل امام. هلا هذه الصوره يعني تستعملوها للترفيه، ما تستعملوها لاهانه حدا، و يعني بشوفكم بحلقه جديده.